سجل التضخم في البلاد انخفاضا طفيفا بلغت نسبته 20% ليصل إلى 68.44 في شهر أكتوبر مقارنة ب 68.64% وفق ما جاء في البيان الصحفي للجهاز المركزي للإحصاء. وسجلت ولاية البحر الأحمر أعلى معدل للتضخم وأدنى في ولايتي الخرطوم وشمال كردفان. وعزز الجهاز الانخفاض لمعدل التغيير الشهري الذي بدأ في الانخفاض منذ شهر أغسطس، وذلك بسبب انخفاض مجموعة الأغذية والمشروبات التي انخفضت بنسبة 67%.